القصب شأنه شأن القلقاس، لازم الجذر اللي تحت ده يدفن في الميه ويدفن يغمر بالكامل في الميه كويس. عشان ينمو لازم يبدأ يطلع له زعزيع صغيرة كده تشير ان في قصب هنا. صحيح. القصب يطلع عقل، رمز الاستقامة الروحية، التدرج الروحي. صحيح. القصب ما ينفعش شكله كده، لازم أقشره زي برضو نفس فكرة المعمودية الإنسان المعمد يتخلع هدومه كلها. لما نعري القشرة دي نلاقي القلب أبيض، ولما يخرج الإنسان المعمودية يبقى أبيض ونقي. طعم القصب عصيره مسكر حلو، الإنسان المعمد فرحة الروح القدس جواه بتخليه حاجة مذاقه حلو. كويس. الزعزوعة دي ملهاش لازمة، بنرميها، والزعزوعة دي رمز الخطية بتترمي. تمام. تاني عن القصب، القصب مرة اسمع الزعزوعة. انا اصلا بقعد ادور هي فين الزعزوعة اللي هي لا ما هو في الغالب هي دي اللي انت بتحكيها. لا في الغالب اللي هيجيب لها مش هيجيب لها زعزوعة، مستحيل. الزعزوعة دي اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي في اول القصبة من فوق، اللي يبقى فيها شرشيف. بيقولوا لي اللي فوق. مش هتجيلك انت اصلا، فرحانية سافتينا. انا اللي كذا. القصب ده عشان نشرب عصيره لازم يخش في جهاز يكسره، او احنا نكسره باسناننا. أيوة. المسيح لما بيخش في ضيقه او في تجربه بيبقى اقوى مما كان. صحيح. فعلا التجربه بتقوي المسيح جدا وتخليه حاجه صلبه وقويه، وبيخرج للحياه انقى واحلى من قبل ما يدخل فيها واطعم. زي القصب بالظبط. بالظبط. لا، ولازم يعيش حياه مستقيمه زي ما حياتك استقامه العود. استقامه العود، فهو بعد بعد المعموديه وبعد حلول الروح القدس بالميرون، وباكد على الميرون لان في ناس كتير قوي تقول لك هو بيحل علينا الروح القدس بالمعموديه. لا مش يحل بالمعموديه، هو يحل يغفر الخطيه الجديه. هي المعموديه ولاده جديده. حلو. الميرون بقى عشان بس نوضحها للناس المشاهده، الميرون يصبح الانسان هيكل للروح القدس، مسكن ليه، مش هيبقى مسكن غير بالميرون. صحيح. اللي هو سر التثبيت. ايوه برافو عليك، سر التثبيت وحلول الروح القدس. تمام. فبعد حلول الروح القدس طبعا بيكون الانسان لازم يعيش حياه الاستقامه، يمشي في استقامه روحيه، عشان هم دول هكذا اولاد الله ظهروا. تمام.